اهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد هنتكلم فيه النهارده عن التحركات المتوقعه بالنسبه للمؤشر العام للسوق السعودي خلال الايام القادمه، وكمان هنتكلم في نهايه الفيديو عن فرصه جديده على سهم ارامكو. خلونا نبدا في البدايه بالمؤشر العام واللي حاليا بيتداول حول مستويات ال 11380. اول حاجه نلاحظها ان احنا عندنا عمليه تسارع ممتازه جدا في الاتجاه خلال اخر 3 جلسات. في خلال اخر 3 جلسات كنا بنشوف كل جلسه بيحصل فيها عملية تسارع اكتر من اللي قبلها، دي النقطة الاولى. النقطة الثانية ان احنا في الوقت الحالي بنتداول بشكل عام اعلى مستويات الفليب زون عند ال 11142 اللي قدرنا نخترقها ونعمل ريتست ليها ونغلق عليها ثم تبدأ عملية الصعود. بشكل عام متوقع ان المستهدفات القادمة تكون ممتدة حتى مستويات ال 11527، لان احنا متوقعين موجة صاعدة مماثلة لاخر موجة كانت موجودة عندنا قبل عملية الاختراق، وبالتالي ده بيخلي مستهدفاتنا عند 11579 اللي هتمثل منطقة مقاومة او منطقة عرض قوية جدا، لان اللي يتابع عند المستويات دي كان عندنا منطقة عرض قوية وعملية هبوط قوية بالنسبة للاسواق، فالمستوى ده مش هيكون من السهل اطلاقا اختراقه، ولكن على الاقل في الوقت الحالي ده هيعطينا نوعا ما بعض الدفع لمواصلة التداولات الصاعدة، ومع الاقتراب من 11579 هنبتدي نشوف المؤشر هيتعامل معاه ازاي، وهنبتدي نشوف هل هيكون عندنا عمليات انعكاسية ام لا. طيب لو قدر ان هو يخترق بقى ال 11579 وقتها هيتم استكمال التداولات الصاعدة لو اغلق عليها لحتى مستويات او حتى القمة الموجودة تقريبا عند مستويات ال 11942، فالوضع الحالي بالنسبة للمؤشر العام يعني بيشير الى الايجابية اكتر من السلبية بكتير. يمكن احجام التداول ما حصلش فيها تسارع، لكن تعتبر في رينج كويس في الفترة الحالية زي ما حضراتكم شايفين. كمان عندنا الشموع اللي تكونت خلال الايام اللي فاتت دي زي ما قلنا بتدعم استكمال الصعود. لو اتكلمنا بقى على ارامكو اللي بيتداول في الوقت الحالي عند ال 33.05 واللي بنشوف ليه عمليه تداول عرضي بشكل قوي خلال الايام الاخيره، فبشكل عام لو جينا لاحظنا هنلاقي ان احنا اتكون عندنا برايس اكشن ممتاز على هيئه شمع بين بار خلال تداولات اليوم. في نفس الوقت كان عندنا اعاده اختبار لمستوى ال 32.81 اللي يعتبر بالنسبه لنا هو المستوى الفاصل بالنسبه لارامكو، تداولنا عليه معناه ان التداولات الصاعده هي الاقرب، ولو تم كسره معناه انها نتحول الى عمليات الهبوط، لكن بما ان ابتدى يظهر لنا برايس اكشن زي ده فده يعتبر جيد. لو اتكلمنا عن المستهدفات فمتوقع ان يكون عندنا مستهدفات عند الحد العلوي لمنطقه التذبذب الاخيره، وبالتالي المستهدفات عند ال 33.92، واي مركز شراء هيكون من المستويات الحاليه هنحافظ فيه على وقف خساره اسفل مستويات ال 32.8. طب هل متوقعين تداولات قويه او ارتفاعات اكتر من كده الفتره الجايه قد تمتد لمستويات ال 35.20؟ ده هيتوقف على النفط نفسه خلال الفتره اللي جايه، هل هيتم او عمليات تخفيض الانتاج هيكون ليها اثر ايجابي ولا ابتدينا نشوف اثر ايجابي على اسعار النفط بشكل عام. اعتقد ان الموجه الصاعده بالنسبه لارامكو قد تمتد حتى مستويات ال 35.22، لكن في الوقت الحالي خلونا نتعامل مع الوضع الحالي. الوضع الحالي ان احنا عندنا برايس اكشن من مستوى فليب زون يعتبر جيد، شمعه انعكاسيه تعتبر جيده، مستوى المقاومه القادم عند ال 33.92، شفنا حجم تداول جيد اليوم مع البرايس اكشن اللي حصل. قولنا في الكومنتات الاسهم اللي محتاجين تحليلها، والقاكم في فيديو جديد.